يا دي حكومة جديدة لا يحكي فيها. يعني نعم السيدي بوزيد عندي 4 سنين ما ريت منهم شيء، عملنا ثورة وفي البلايس الكل ما رينا منها شيء. كالعادة جميع السياحة من وزارة السياحة كلها ما عندهم كل شيء، الخدم ومشاريع والجزيرة، ونحن في الوسط لا على الاخر رانا بطالة خدمونا. شو نقول لك، انا ما عنديش فكره برشا برشا، اما انا حاسه معناها مازلت البلد متهمشه والقانون متهمش، ما حتى شيء يعني. كوبي كولي من الحكومه بن علي، خاطر سامحني انت كي تجي قايد باش في السبسي اسامي معناها معروفه، شاد اسامي معناها متجذره كما نقولوا في معناها في تونس. يعني مش قادر راسها في تشكيل تاع حكومه من الاصل، ان شاء الله ينجم يشكل حكومه باهيه وان شاء الله تنفع بلادنا. لا مش عاجبتنا جملة، الشباب الكل ضايع توا مش فاهم حد شيء، الشباب بطال ما قالوا بشي يعني بطال الكل باش يشوفوا لهم حل معناها في الخدمة شيء، معناها ما صار شيء. الحكومة هذه رجع تخدم مع بن علي البشبوش معلم خير من هذا برشا لك معلم. حكومة السيد يا اخي بالله شكون يعملها؟ البيج يعمل حكومة ولا الحكومة ولا ما فهمت، ولا السيد ولا البيج يعين السيد باش يعمل حكومة ولا ما فهمتش. ابارامون الليست نتاع الحكومة ابعثها له في جواب، والصباح قام السيد مل عليهم الاسامي، وبعد الاخر جبد روحه قال لي خاتيني السيد هو المسؤول على الاسامي نتاع الحكومة. يا خويا برجولية برجولية، من المرسى بدينا نقطفوا، هاو من الاول من بدايتها تعرف شنو هي نهايتها قسما بالله. ليه برامو مش السيد راه هو اللي مل علينا الوزراء، راه البيجي بعث له جواب مسوقر، راه بعث له جواب مسوقر قال له هاو هاي اعلن على الجماعه نتاع الحكومه، هاو جا الراجل قام بالواجب عبد مأمور اش باش يعمل هكاك بالاسم برا، راه هاو رئيس حكومه هاو وزراء وينهم؟ شكون بجاه ربي شكون عينوه له بلي شكون هم الوزراء بجاه ربي هذو؟ شكون اصلا؟ وين الحكومات؟ وين التوافق؟ وين وكل كلام نتاع الحمله الانتخابيه؟ وين التوافق؟ وين فاش يحكوا يا اخي؟ هما فاش يعملوا اصلا؟ ما فهمتش انا الحكومه هذه شنو فاش قاعدين يعملوا؟ جابوا حكومه من نداء والحزب الحر تاع سليم الرياح، توا افاق باش يدخلوا معهم شكون الاخرين وقتها، يعني باش تبقى في نفس الحكايه، جيب صاحبي ونجيب صاحبك و... كالخناء. ما نعرفهمش بالكدي، كلهم جلهم وجوه جديده، اما حسب ما يراجع على وزير الداخليه دي. اسمه مثلا كمحسن حسن اللي حطوه في وزاره السياحه، اختصاص واقتصاد، هم خاسين كان حطوه في وزاره ماليه وزاره فهمت، حسب الاقتصاد حسب واحد على الدكتور في الاقتصاد، معناها هو خبير اقتصادي معروف مش انت سياحه، حتى فيزيكمون سامح لهم معناها سامح لا شنو من كربون حطونا. الحكومه هذه تفتقر الى شيء، تفتقر الى مرجعيه معناها شرعيه، الى شرعيه ثوريه ما عندها حتى علاقه بالثوره وبالحركه الثوري وبالناس اللي ينظف الحركه الثوري، وتحديدا كيف نحكوا على الحركه الثوري نحكوا على الناس اللي مازالوا الى حد اللي يعتبروا ارواحهم هم في الحركه الثوري، ولكن ما طلعوش في الانتخابات. اثنين، حتى الجبهه الشعبيه اللي تعتبر جزء من الحركه الثوري ما معناها ما لم توجد في هذه الحكومه. ثانيا ان عندها ما عندهاش سند اخر، ما عندهاش شرعيه ثانيه اللي هي الشرعيه الانتخابيه. ان شاء الله تعمل لنا الحق، لنا امالنا يعني نحقق برشا حاجات، تصلح البلاد، تصلح من وضعيه البطال، وضعيه اللي يقرا، وضعيه النقل، برشا وضعيات يعني متهمشه في تونس برشا حكايات. ان شاء الله تكون حكومه بيها يعني تصلح لنا مستوانا. في بالي السيد ما شد عمل حكومه، عندها جملة ما عندكش فكرة على الحكومة؟ لا لا شد نفسي معناتها بالبوليتيك. علاش؟ ما عرفتش معناتها ديما داخلة بعضها، اللي يشد ما يعملش حاجة بيه. لا والله ما نعرفش، عندي بريسونتيمون اللي هي مش تفعل. في اللي معناتها لي زافي عليها ما فماش معناتها ما فماش انانيميتي في الوفق عليها، واكثريه العباد عندهم دي زوبوزيسيون تاع الحكومه هذه، والمناقشات مازال ما تسكروش. جا ديجا في شكون في الحكومه،
وبار كونتر انا لوش حبيت نعرف شكون في الحكومه. ثم برشا ياسين كانت في الخدمه مع بن علي، ثم برشا عبيد مش موافقين عليها الحكومه ما شاركوش الحساب الكل. بون فصارت مفاوضات، تمام ما صارتش مفاوضات كوم الفو، وحكيوا مع العبيد على اساس اعلام مش على اساس مشاورات. دونك انا اصلا مش موافقه عليه. معناتها حتى سيمي بوزيتيف اللي قادره باش تقدم بالبلاد حتى خطوه، بالعكس دي موفي سيمي خذوا من مليار 6% البارح، سي اون كاتاستروف دو بلوس. ها حسب رايك الحكومه هذه قادره باش تلم 7000 مليار ترجعهم السنه اللي دات بتاعنا 2015؟ سي كاتاستروفيك. فوندو ماشي فوندو رانا. الله يقدر الخير ان شاء الله، يعطينا رجل صالح لهذه الدوله، هذاك اللي نجم نقوله، وربي يزلع يجعل هالتكتلات هذين وهالسياسه وهالدنيا وهالسياسيين ان شاء الله ربي يجعلهم رابطه واحده ويتفاهموا على كلمه واحده وينقذوا من هالشعب. كيفاش معناها وزير يكون عنده قضيه؟ هذا حاجه مش معقوله، وزير اخر متهم بالفساد نعم في الحكومه نتاعو. فما اسامي من النظام القديم، دونك احنا علاش عملنا ثوره سامحني باش تجيب لنا اسامي برشا عباد مش متفق عليها. فما برشا دي كومبيتون راهم موجودين اكثر من اللي اختارهم، دونك ما نعرفش، انا حسيت تضيع وقت. البلاد ماهيش ناقصه، كان لازم يتحلى شويه بالتأني باش يختار بالكدا، باش ما نزيدوش نضيعوا وقت كامل. ضيعنا 4 سنين، دونك توا تونس داخله بعضها ارهاب واقتصاد لا علاقه. بون كيما العباد الكل حطيتهم سير جوجل ما لقيتش حاجه كبيره، دونك ما نسوش نعطي رايي برشا في عباد ما عنديش سي في نتاعهم، ما نعرفش عنديش عليه فكره كبيره، اي اون بلوس ما لناهمش شنو عملوا اكثر. هكا هو انا وصلت تكون الحكومه هذه خير من الحكومه اللي فاتت اللي يتمنى بها نتمناو. قعدنا عندنا 3 سنين ونحن نتمناو، قالوا لي قالوا العاملوا العام الثاني العام الثالث قالوا ما يصلحوش. ها مش كان عدينا 3 سنين ما يصلحوش، ها تو 5 سنين ما يصلحوش وما زال. سلامة.